او اعتقد مفيش فرقه في مصر عملت الانجاز ده قبل كده. هنخرج لي مكالمه مهمه جدا مع رئيس الجهاز والمدير الفني الكابتن ناصر زهران، هنبارك له ونعرف منه ايه اللي حصل في بطوله طنطا للسكواش. كابتن ناصر مساء الخير. مساء الخير، اخبارك ايه؟ الحمد لله، ومتشكرين على الكلام الجميل اللي انتوا بتقولوه ده. لا لا لا، الف الف مبروك كابتن ناصر، 19 كاس. عايزين نقول للجمهور ونقول للناس 19 كاس، كسبنا 19 كاس ازاي بالنسبه للسكواش؟ اتفضل يا كابتن. طبعا يعني الحمد لله احنا من ساعه ما جينا، اولا قبل ما ابدا في اي حاجه تاني اتمنى للكابتن ورئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب ان شاء الله يرجع بالسلامه ان شاء الله، يا رب. كل النادي الاهلي وخاصه لعبة السكواش اتمنى له الشفاء العاجل باذن الله يا رب. لو هنرجع ان شاء الله باذن الله للسكواش، احنا الحمد لله رحنا كنا في نفس الوقت جينا في بطولتين، بطوله نادي المعادي وبطوله نادي طنطا في نفس التوقيت، والحمد لله احنا حققنا في البطولتين حوالي 26 كاس. الحمد لله ده انجاز، ده محقق مقابل لاي نادي على مستوى مصر من منذ انشاء السكواش في مصر. ده يتحط في ترصيد النادي الاهلي، انجازات النادي الاهلي اللي هي الذي لا تعد ولا تحصى، ده انجاز من انجازات النادي الاهلي. احنا من ساعه ما جينا للسكواش الحمد لله وهدفنا الاول ان النادي الاهلي زي ما عودنا طبعا يبقى هو المتربع على عرش السكواش، زي ما هو المتربع على عرش جميع الالعاب، وده اللي جهاز فني وجهاز اداري وجهاز طبي وعاملين في السكواش بنحاول ان احنا نحقق هذا الانجاز للنادي الاهلي طبعا من ساعه ما جينا. ده انا اشكر النشاط الرياضي بقدر الكابتن رفع عبد القادر والكابتن ياسر عبد العال والكابتن ياسر نصير، ان هم بيوفروا لنا كل المستلزمات اللي احنا محتاجينها من اجل ان احنا نحقق انجازات للنادي الاهلي. وده طبعا مش جديد، وخاصه ان لعبه السكواش لعبه عريقه للنادي الاهلي منذ سنين وسنين وسنين واجيال واجيال واجيال. ابطال عالم. ابطال عالم. ابطال عالم، احنا النادي الاهلي ما شاء الله ابطال عالم. على حصل على بطوله العالم والبطوله الاولمبيه، وده يعني الحمد لله احنا من ساعه ما جينا والمبنى الجديد اتعمل واحنا بنعمل كل يوم انجاز جديد للنادي الاهلي، ومستمرين عايزين الانجازات ان شاء الله. وفي القريب العاجل ان شاء الله هيبقى عندنا بنات وعندنا سيدات وعندنا ناشئين ونشات ورجال، ده اللي احنا من ساعه ما جينا بنحاول نحققه ان شاء الله طبعا. كابتن ناصر، كنت قلت لي ان انت مهتم بقطاع الناشئين، اعتقد الناشئين والناشئات يعني ادوا دورهم او ادوا اللي كابتن ناصر زهران عايز يعمله في النادي الاهلي، مظبوط؟ اولا احنا بدانا عملنا اكاديميه على مستوى عالي جدا يعني، والحمد لله يمكن الاستمرار بتاع الاكاديميه ده بدا يظهر طبعا الحمد لله. عندنا تحت 11 سنه في بطوله طنطا لعبت في سيف الرفاعي طلعت ثاني، عندنا فريده وليد طلعت اول 11 سنه ما شاء الله، ده دليل ان الحمد لله النادي الاهلي القاعده بتاعته بدات تثمر وتجيب نتائج كويسه. وان شاء الله هيبقى دول وفي انجاز كمان هنقوله ان احنا رايحين بطوله البريتش اوبن ان شاء الله. النادي الاهلي فيه حوالي 8 لعيبه واخدينهم منتخب يمثلوا مصر في بطوله انجلترا للناشئين، وده برضه يمكن اكبر عدد يطلع من النادي الاهلي 8 لعيبه برضه ما حصلتش قبل كده، فالحمد لله انجازاتنا بتزيد يوم عن يوم ان شاء الله. طيب عايز بقى قبل ما نختم نطمن على كابتن كريم عبد الجواد وكابتن مصطفى عسل بطوله هونج كونج الدوليه. هو طبعا مصطفى عسل راح لعب والحمد لله عدى من الادوار التمهيديه، خسر من لاعب مصنف رقم من احسن 20 على العالم 3-1 وكان جيم كويس جدا يعني. مصطفى ان شاء الله عمل خطوه كبيره جدا، لكن هو من التوب 50 من التوب 50 دي حاجه بالنسبه للناشئ عنده 17 سنه، دي حاجه برده تتحسب لينا الحمد لله. كريم عبد الجواد ان شاء الله يلعب في دور ال 16 ان شاء الله، واملنا كبير ان هو يحقق لنا البطوله ويرجع تاني، وخصوصا ان هو من افضل 8 لعيبه على مستوى العالم، فان شاء الله نضيف انجاز كبير للنادي الاهلي ويكون مكالمتك كيفك على خير عليه ان شاء الله في البطوله الدوليه ان شاء الله. باذن الله كابتن ناصر زهران، الف الف مبروك على البطولات والانجازات والكؤوس ما شاء الله. فريق السكواش فعلا كابتن ناصر زهران كان معانا متواجد وقال ان اهم حاجه النشء الجديد، بيقال انا اهتميت اول ما جيت النادي بالاكاديميات، وفعلا هو النهارده بيقول ادي اثرها، ادي اثر الاكاديميات عندنا في النادي. اعتقد ما شاء الله جهاز ماشي على حاجه او التارجت اللي هو متحققه، 19 كاس وطوله طنطا دي حاجه مهمه جدا.